قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بوضع حجر الأساس لمصنع سولار تيك جرين إنجري للألواح الشمسية في منطقة الحد الصناعية منطقة البحرين العالمية للاستثمار. وقد ألقى الدكتور ميرزا كلمة في حفل وضع حجر الأساس، أكد فيها بأن مشروع إنشاء مصنع سولار تيك لأنظمة الطاقة الشمسية سوف يساهم في نقلة نوعية في اقتصاد البحرين في مجال الطاقة المستدامة والمتجددة وتحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال إنتاجه وتصنيعه لأنظمة الطاقة الشمسية التي ستلبي احتياجات السوق المحلية. وقال بأن القيادة بمملكة البحرين حفظهم الله يولون بالغ اهتمامهم بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وتنويع مصادر الطاقة من أجل التنمية الشاملة والتي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية للبحرين. وقال بأن المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في أكتوبر من العام الماضي بإنشاء هيئة للطاقة المستدامة جاء ليترجم هذا الحرص والاهتمام. استعرض ميرزا في كلماته الإنجازات التي تحققت في مجال الطاقة المستدامة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص الخطوات التي اتخذت لتنفيذ المشاريع والمبادرات لتحقيق ما اعتمدته الحكومة الموقرة من أهداف وطنية منذ عام 2017 لإدخال ما نسبته 5% من الطاقة المتجددة في المزيج الكلي لإنتاج الطاقة في البلاد بحلول عام 2025. في ختام كلمته أوضح رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأن المشروع يعتبر أحد المشاريع الواعدة في هذا المجال، وسيكون له انعكاسات إيجابية في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة والمستدامة. ومن بين تلك الانعكاسات الإيجابية هو توفير فرص عمل جديدة لأبناء الوطن في مجال تقني جديد. هذا المصنع سوف ينتج حوالي 80,000 لوحة شمسية في السنة، وتكلفة المصنع حوالي 2 مليون دينار، وبكامل طاقته سوف يوظف حوالي 70 موظف. وهذا ما نطلبه في مملكة البحرين، حيث أن نجذب الاستثمارات الخارجية للاستثمار في مملكة البحرين وتوفير فرص عمل للبحرينيين. بالطبع هذا المصنع سوف يساعدنا كذلك في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة والتي هي 5% بحلول 2025.